Total, partenaire du football africain. أكيد أيضا أن لاعب واحد غيكون حاضر في المباراة والأمر يتعلق بالحارس المرمى منير المحمدي. المسؤولية الكبيرة ستكون على عاتق هذا الحارس في مباراة كوت ديفوار المحمدي الذي تلقت شباكه هدفين لا يتحمل مسؤولية. أكد في ميكروفون زميل نوفل العوملة أنه على أتم الاستعداد ويحترم الخصم وضرورة الانتصار في هذه المباراة. Sabemos un partido muy muy complicado contra un equipo muy difícil con muy muy buenos jugadores. تعلمون هي مباراة صعبة ضد منتخب قوي يمتلك لاعبين جيدين. علينا الاستعداد لهذا اللقاء الذي يعد نهائيا بالنسبة لنا. أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا ضد توغو وأثبتنا على أننا في مستوى جيد ويمكننا مواجهة أي فريق، وسنحاول إن شاء الله التأهل إلى دور الربع وهو أمر مهم بالنسبة لنا، كما نود إهداء هذا الإنجاز لجماهيرنا ولكل الذين يساندوننا دائما. رضوان، يعني كما قلنا منذ عدد من المباريات منير المحمدي أثبت أنه الحارس رقم واحد في المنتخب المغربي، وهذه مسألة مهمة أولا بالنسبة له كحارس من أجل اكتساب الثقة والتجربة، وكذلك مهمة أيضا بالنسبة لباقي اللاعبين خصوصا لاعبي خط الدفاع. اللاعب منير محمدي حارس مرمى بدا يكتسب مباراه بعد مباراه، بدا كيكتسب واحد التجربه كبيره واحد الثقه كبيره، واصبح هو الحارس رقم واحد. وبذلك فلا خوف على حراسه المرمى في المنتخب الوطني مع تواجد حارس بونو، يعني حراس يعني مازال السن ديالهم مازال صغار، بامكانهم انهم يستفد منهم الفريق الوطني مستقبلا وحاليا ومستقبلا ان شاء الله. Total, partenaire du football africain.